السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، معكم إسلام طاقم. إن شاء الله النهاردة معانا درس جديد من كتاب Understanding and Using English Grammar، الكتاب من إبداع بيتي أزهر تقديم إسلام طاقم. النهاردة معانا الدرس الثالث من الفصل الثاني عشر من كتاب Understanding and Using English Grammar. النهاردة بنتكلم عن Noun Clauses Beginning with Whether or If. إيه Noun Clauses؟ اتفقنا إن Noun Clauses هي الجمل الإسمية. لو أنت فاكر الدرس اللي فات عرفنا فيه إزاي نبدأ جملة إسمية بدايتها question word زي what where when how long how many who. درس النهاردة هنبدأ برضو الأسئلة جملة. المفروض كان سؤال، ولكن السؤال ده كان طبيعته إيه؟ ما كانش من عيلة WH questions اللي في الدرس اللي فات. النهاردة هنكون جمل من أسئلة كانت من العيلة التانية. من العيلة التانية yes no questions اللي بتبدأ دايما بالauxiliary verb. Are you okay؟ هل انت بخير؟ Is he fine؟ هل هو بخير؟ Are you listening؟ وانت بتسمعني؟ هل تسمعني؟ Okay. Have you eaten your lunch؟ انت اكلت الغداء بتاعك؟ Something like that. هو ده درس النهاردة. هنحول بقى الأسئلة دي في جوه الجملة، وهتحل محل حاجة من اتنين زي ما عرفنا، إما object أو في بداية الجملة subject. خلينا نشوف كل التريكس ده تحصل ازاي. ما تنساش عندك في نهاية الحلقة في أسئلة يا ريت تحلها معايا. الأسئلة النهاردة تكون أكتر شوية من الدرس اللي فات، بس أنا محتاجك فعلا تتدرب بشكل مكثف على استخدام النون كلوزز بالأشكال المختلفة علشان ما تغلطش في أي جملة بتعملها بعد كده إن شاء الله في أي كتابة رايتنج أو أي حاجة. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 12-3 Noun clauses beginning with whether or if. Okay. يبقى واضح ان هيكون في عندنا استخدام لي whether او if في الجملة. لو انت فاكر انا قلت لك في نهاية الحلقة اللي فاتت مشابه لدرس reported speech. لو انت فاكر اللي بشرح لك في درس الكلام المنقول reported speech، يقول لك لما يكون في الانفيرتد كوماز في الجمل الستيتمنتس بنحذفهم وبنحط ذات. لو هو سؤال حاجه من اتنين، لو دبليو اتش كويشن بتحط نفس اداه الاستفهام، لو هو يس نو كويشن بتستخدم ويذر او اف. في حاله الانفيرتيف الامر بنستخدم تو او نوت تو. طيب درسنا النهارده يعتبر جزء من تحويل الريبورت سبيتش الكلام المنقول الخاص بالسؤال. طب اي واحد فيهم ال WH questions ولا ال yes no questions؟ الدرس اللي فات كان ال yes no questions، كان ال WH questions. درس النهارده هو ال yes no questions. يعني لما بتلاقي سؤال من عيلة yes no question وعايز تحوله لجملة بتستخدم في الاول ايه؟ اما whether او if. نشوف ازاي. yes no questions، انا زي ما قلت لك انا عايز اعمل لك عملية ربط في ذهنك للمواضيع علشان ما تتلخبطش. كاتب لك yes no question. will she come؟ هل ستأتي؟ لما يجي لك سؤال زي will she come؟ هل ستأتي؟ بتقول ايه؟ yes she will او no she won't. طيب does he need help؟ هل يحتاج مساعدة؟ مساعدة يبقى تقول ايه؟ yes he does او no he doesn't. الإجابة مباشرة طالما هو بادئ بفعل مساعد يبقى yes او no هي الإجابة. طب عايزين نحول الأسئلة دي لنون كلوز يعمل في حسب المثال الاولاني او الجزء الاولاني محل المفعول به. I don't know، فاكر بدايات I don't know، please tell me، I wonder، انا اتساءل. طيب I don't know، انا لا اعرف، كان السؤال will she come، هل ستاتي. لو جينا نعمله على نفس ال WH questions اللي درسناها اللي فات هتلاقي الدنيا مختلفة معاك. انت الاول كنت بتحط اداة الاستفهام زي ما هي، وبعد كده بتحط الفاعل، وبعد كده الفعل المساعد، وبعد كده الفعل. هنا انت ما عندكش أداة استفهام، أداة الاستفهام هي الفعل المساعد نفسه. طب هتعمل ايه؟ قال لي اجيب من عندي أداة واحدة من اتنين، اما whether او if. يبقى اقول I don't know whether ما لم او اما، بس هي هنا هتبقى ما لم. ثواني كده نتأكد whether هتبقى ما اذا. ما إذا أحسن في الترجمة؟ يس أنا كنت بدور على الترجمة الأفضل. أوكي
يبقى وذر ما اذا، خلينا اكتبها عشان ما انساش وما اتلخبطش تاني، عشان انا عارف انا ذهني ساعات بيبقى واقف على نقطة كده. ما اذا، حلو، نرجع تاني للمؤشر. اوكي اوبس، احنا رحنا فين؟ لا 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 لا، ده كام تاني؟ الدرس ضاع. ظهر الدرس مستخبي جوه جوه الصفحة. امال اللي لقيته ازاي؟ ها الحمد لله لقينا الدرس، سوري على شوية الوقت اللي ضاع من كده. اوكي I don't know whether، ركز بقى، كان السؤال ايه؟ will she come؟ احنا جبنا اداة من عندنا مين؟ whether، وخلي بالك ما هياش whether اللي هي w e a t h e r كده معناها الطقس او المناخ، لا لا، احنا عايزين whether اللي هي ما اذا اللي هي w h e t h e r. ممتاز. بعد الاداة جبت الفاعل اللي هو مين؟ she في الجملة. بعدين جبت الفعل المساعد اللي كان في الاول اللي هو will. بعدين جبت come اللي هو الفيرب. طب لو هنفترض كان موجود زي المثال التاني does او do او did، احذف بس استنى شوف الجمله التانيه. I don't know، انا لا اعرف، if she will come، ده هي نفس الجمله بالظبط ما عدا فوق استخدم whether والجمله التانيه استخدم if، الاتنين زي بعض، اما تستخدم دي او دي مفيش مشكله. طب احنا بنستخدم امتى الشكل ده؟ مع yes no questions، لما نحولها الى noun close، جمله اسميه. تمام. طيب does he need help؟ I wonder، أنا أتساءل، whether إما أو ما إذا he needs، أما راحت فين does؟ حذفنا does، طب does مضارع ولا ماضي؟ مضارع، he مفرد يبقى ضيف للفعل اس. طب لو كان جمع do they، they جمع ودو تدل على المضارع يبقى نقول they need زي ما هي. طيب whether he needs help، خلي بالك الكلام ده تحتاجه كتير تحت في الإجابات لما نيجي نجاوب. I wonder if he needs help. اعتقد انت كده فهمت. طيب كل الامثله اللي فوق دي تلاحظ جايه بعد الفاعل في الجمله اللي هو I والverb اللي هو don't know or wonder. whether she will come، if she will come، whether he needs help، if he needs help، كل ده جاي يقوم الجمله الاسميه دي كلها تقوم مقام المفعول به object. طيب قال لك when a yes no question is changed to a noun clause، لما بنغير سؤال من yes no question إلى noun clause لجملة اسمية، whether or if is used to introduce the clause، علشان أعمل جملة اسمية أحط قبلها إما كلمة whether أو كلمة if. أوكي نوت، لاحظ whether is more acceptable in formal English، في الفورمال English اللي بيتكتب whether محببة شوية، ولكن المحبب أكتر والجنرال في اللي spoken وفي written both، but if is quite commonly used especially in speaking. if هي بتستخدم اكثر شيوعا، ولكن في السبيكينج if هي السهله بدل ما يقعد يقول اذا. اوكي نشوف الامثله اللي تحت. I wonder whether or not or not، ما اذا او لم، she will come. I wonder whether she will come or not. خدت بالك شفت or not ديت جت فين؟ اما في الاول بعد whether او جت في نهايه الجمله بعد ما خلصت. I wonder if she will come or not، انا بتسأل لو هي هتيجي ولا لا. طيب in c d n e notes the pattern when or not is used. طيب هو ليه ما عملش if or not؟ لا مش هتبقى معانا، يبقى في حالة if بتستخدم or not في الاخر. طيب انا عايز استخدم whether، ما اذا او لم، لو او ما لم، يبقى تستخدمها مع whether اما بعدها مباشرة زي المثال الاولاني I wonder whether or not she will come. I wonder whether she will come or not. في حالة if تستخدم زي الشكل الثاني I wonder if she will come or not. تمام. يعني لو انا عايز استخدم نفس الشكل ده مع I wonder whether or not he needs help، انا بتسأل ما اذا او لم يحتاج مساعدة. I wonder if he needs help or not. حلو قوي، انا عايزك تبقى شغال معايا دايما كده. طيب هو الدرس صغير الحمد لله قربنا نخلص ونروح للتدريبات. whether she comes or not is unimportant to me. ايه اللي حصل هنا؟ احنا فوق كنا بنستخدمه محل المفعول به صح؟ هنا جايبه محل الفيرب السبجكت الفاعل.
whether إما she comes تأتي or not أو لا is unimportant to me مش مهم بالنسبة لي. I like notes that the noun clause is in the subject position. Noun clause هنا جاي مكان الفاعل. برضو ممكن تستخدم whether or not she comes, whether or not نفس الاستخدام اللي فوق, إما أو لا she comes تأتي is not important to me or is unimportant to me زي الفل. أتمنى أنك تكون فهمت ال yes no questions بنشتغل بها إزاي في وضع إنها تتحول إلى noun clause لتعمل محل مفعول به أو محل فاعل. طب نحل أسئلة مع بعض. سيبك من التدريب ده, حلو التدريب ده. لكن إيه؟ begin all response, ابدأ كل الإجابات with could you please tell me. يبقى هنبدأ ب could you please tell me, لازم تكتب. حلو. قالك مثال اهو, what is this, ما هذا؟ فرد عليه الشخص التاني قال له could you please tell me, المفروض تتحول هتبقى تتحول تقول ايه, could you please tell me what this is. طب ليه قال what this is, ده احنا قاعدين نشرح في yes no questions بتتحول. انت تجيب لي دبليو اتش من الدرس اللي فات, ما هو عايز يعمل لك ربط للدرسين مع بعض لان الدرسين مرتبطين ببعض, لازم تعرف تفرق ما بين الاثنين. طيب حط what بعدين جاب الفاعل subject اللي هو this بعدين جاب الverb is, what this is. تمام. طيب خلي بالك هنبدأ دايما كل الإجابات بإيه, could you please. أنا معاك, ممكن تحل أحل معاك الأولى وبعد كده أنت, خلينا نصغر الفونت شوية عشان مكان الكتابة يكفي, أعتقد ده مناسب إن شاء الله. أوكي, does this bus go downtown, هل الباص ده بيروح الداون تاون, حاجة في المدينة مش فاكر الداون تاون معناه ايه اساسا, نسيت. داون تاون قلب المدينة زي سيتي سنتر, صح ماشي. Does this bus go downtown, يبقى نقول ايه, could you please tell me, وانا ينفع اخدها كده بس حلو عشان ما اكتبهاش كل شويه, could you please tell me, ها ممكن تقول لي ها, does this bus, ها yes no question ولا wh, yes no لانه بادئ بdoes, حلو does هتتحذف يبقى لازم نحط اداه للربط اما whether or if. اوكي whether, نكمل this bus does هتتحذف, تتحذف وهي مضارع يبقى go this bus مضارع, does مضارع, this bus مفرد يبقى goes downtown ميمي. ممكن مش هيطلع بره الاطار. طب لو انا صغرت كمان ل 13 هي فين داون تاون؟ او سوري بقى تبقى هنا. اوكي نروح للي بعدها, how much does, لمي نفسك بقى عشان نجاوب, شكرا. how much does this book cost, عايزين نحولها جملة. اوكي could you please tell me, انا اعتقد هتبقى على خدنا بالتنسيق جديد. اوكي could you please tell me, هل يمكنك ان تخبرني how much, تبع عيلة الدبليو اتش يبقى لازم نكتبها زي ما هي how much, ما ينفعش نحط هنا if او whether. تمام يا ريت تكون بتجاوب تحت, هتجاوب ايه, does this book cost, نحذف does ونكتب this book الفاعل ونكتب الفيرب بعده يبقى costs نقطة. سؤال سوري ليه, لان could you please في الاول سؤال رقم واحد دي مش عايز تخلص من نخلص منها. اوكي بعد كده ايه يا رحب نفس التنسيق مشكلة 13 اتمنى كده ظبط ان شاء الله نفس التنسيق. اوكي when is flight 62 is expected to arrive, هتقول ايه, could you please tell me when, تبع عيلة الدبليو اتش يبقى نكتبها زي ما هي when, الفاعل هنا مين, flight 62
الفيرب بعدها از واكمل الجملة expected للآخر. تمام، وتحط علامة استفهام. Where is the nearest phone؟ أين أقرب هاتف؟ Could you please tell me where؟ تبع الـ double questions، يبقى where الverb is subject the nearest phone، يبقى نكتب where the nearest على بعضها phone is. أين أقرب هاتف؟ Is this word spelled correctly؟ هل هذه الكلمة نطقت أو تم استهجائها بشكل صحيح؟ يبقى could you please tell me is تبع عائلة yes no، يبقى إما نستخدم if أو whether. خلينا نستخدم المرة دي if. جميل، هتستخدم إيه بعد كده؟ الفاعل، يبقى اللي هو this word بعدها أحط is spelled correctly وبتكمل بقى الآخر علامة استفهام. What time is it؟ تبع عائلة yes no questions ولا wh؟ wh، أحسنت. يبقى نقول could you please tell me what time it is. What time it is، آسف إذا كان الكلام جاي على الصورة بس مش عارف أكتبه فين. Is this information correct؟ هل هذه المعلومة صحيحة؟ يبقى تقول إيه؟ What could you please tell me is تبع yes no، يبقى نبدأ بال subject اللي هو مين؟ This information. لا أوعى أكون غلط، لازم تحط الأداة اللي هتربط بيها إما whether أو if. whether وأدي if يا سيدي، اللي عايز دي أو دي زي ما أنت عايز. وبعد كده أحط الفاعل this information وis وتكمل الجملة correct، تحط في الآخر علامة الاستفهام. أتمنى إن تكون كده الدنيا ماشية معاك زي الفل وفهمت الجزئية دي. طيب نروح لجزئية تانية وأحلى منها وأبسط. بقول لك صحح الخطأ، خلي بالك. Please tell me، من فضلك قول لي. What is your name؟ قال لها ده what is your name سؤال صح ينفع في الجملة؟ لا، يبقى لازم أحول السؤال ده ل noun clause، فحولها إيه؟ what your name is. طيب إزاي حولها كده؟ اتفقنا في الـ WH questions بنجيب الفاعل وبعدين بنجيب الفيرب، فبيبقى كده جملة من غير ما يبقى سؤال. حلو، وهنا جاي محل المفعول به. طيب no one seems to know، مفيش ولا واحد يدري عن الموضوع او يعرف. when will Mary arrive، الخطأ فين؟ الله ينور عليك يا اللي جاوبت، هتبقى الإجابة when Mary او ماريا will arrive بالشكل ده. طيب I wonder، انا اتساءل. why was Bob late for class، انا اتساءل. يبقى why ما ينفعش يجي بعدها was، ما ينفعش يجي بعدها فعل مساعد. يبقى الاول باب الفاعل وبعد كده احط الجمله عادي was late for class. 100 100 كده انت حولت من سؤال من question من wh question الى noun clause يعمل محل الاوبجكت مفعول به. I don't know what does that word mean. I don't know what that word means. ليه حطيت الاس؟ لان احنا نحذف does ونشوف that word مفرد يبقى نضيف للفعل اس. I wonder does the teacher know the answer، انا اتساءل هل المدرس عارف الاجابه. يبقى I wonder does تبع عائلة yes no صح، يبقى نقول I wonder if the teacher knows the or the answer. Good. What should they do about the hole in their roof is their most pressing problem. الله، لا نركز هنا بقى، شوف معايا. What should they do about the hole in their roof؟ كل ده noun، هنا سؤال، دي سؤال بس هي المطلوب تتحط لك noun clause وتشتغل مكان الفاعل. طب عرفت منين؟ لان انا شفت الفيرب التاني اهو is. شفت is اهو، is ده الفيرب اللي خلاني افصل واعرف
ان كل اللي فات ده المفروض يكون فاعل. The most pressing problem. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ سهل، نحول. انا اكتب بس الاجابة هنا في الجزء ده واغير اللون، مش عارف هل الازرق هيبقى واضح، خلينا نجرب. اوكي، نحول ال WH question الى noun close. الوات هتفضل زي ما هي، ما بتغيرش، ولكن ما ينفعش يجي بعده فعل مساعد، هيجي ال verb they. اكمل بعد كده، هيجي السبجكت اسف، بعد كده يجي الفيرب اللي هو should، والفيرب بتاعها do. اكمل الجمله، about the hole in the roof. اكمل بقى، is the most للاخر. What they should do about the hole in their roof. كل ده الفاعل، والفعل بتاعه هو is، واللي بعدها the most pressing problem ده noun phrase وهو ده المفعول. اتمنى انك ماشي معايا لحد دلوقتي مع بعض كويس. طيب، I'll ask her would she like some coffee or not. خلي بالك قال لنا ايه or not. طيب لاحظ معايا، انت عندك هنا I'll ask her، انا اسالها. نيجي للسؤال اهو، would she، ده تبع عيلة ال yes no questions. ممتاز، يبقى هنكتب، يا ريت تكون انت بتوقف وبتحاول تكتب الاجابة قبلي. هتكتب I'll ask her if او whether، الاتنين زي بعض ما فيش مشكلة، اللي يناسبك. بعدين بجيب السبجكت she، اكمل الجملة من الاول، اجيب would like some coffee or not. خلي بالك انا استخدمت if في الاول فجبت or not في الاخر. جميل. طيب لو انت هتستخدم whether ممكن تقولها كده، whether or not she would like، وبتكمل جملة some كذا، او انك تقول بدل if فوق تستخدم كلمة whether مباشرة. whether if whether she would like some coffee or not. التلاتة صح، مية مية. الله ينور عليك. انا كده تعبت في درس النهاردة، وكفاية لان احنا تقريبا دخلنا في 22 دقيقة. شكرا لمتابعتكم للحلقة، واتمنى انك تكون فهمت ازاي تحول جملة ال yes no question وال wh question الى noun close، ما يكونش فيهم اي مشكلة بالنسبة لك. والدرس كان صغير انا عارف، ولكن الحمد لله التدريبات كانت شيقة بالنسبة لي. ليه؟ لان احنا ربطنا الدرس اللي فات ودرس النهاردة ببعض. الدرس اللي جاي هيبقى فيه شوية غرابة، هو مرتبط برضو بالريبورت سبيتش، ولكن هيكون مرتبط اكثر ب الامبيرتيف الامر، مع اختلاف هتكون فينا ادوات استفهام هتعرفها question words وجاي بعدها to، فالموضوع هيبقى غريب مريب شيق ممتع للي عايز يتعلم حاجات جديدة في اللغة الإنجليزية مع النوم كلوز. جود باي، شكرا. متنساش تعمل شير لزملائك، لايك، فوق عندك إشعار في كل حلقات الكتاب، وموجود عندك في وصف الفيديو رابط لتحميل الكتاب وكتب أخرى لو حبيت تطلع عليها. في أمان الله، مع السلامة.